إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيتها الوجوه الطيبة المباركة المستبشرة، ويا أيتها الجباه الساجدة والقلوب الموحدة، معاشر الإخوة الأعزاء الفضلاء الكرماء من المؤمنين والمؤمنات، فطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله في جمعكم هذا وجعلني وإياكم في هذه الضيافة الكريمة في بيت الله هذا من المقبولين لديه الوافدين عليه الذين غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم، كما نسأله تعالى أن لا يخرجنا من هذه الضيافة إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعلم فإن المرء لا يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا ردت عليه المسائل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، في الخطبة الماضية كان الحديث عن فضيلة العلم ومنزلة العلماء، وأن الله عز وجل أرادهم أن يكونوا هداة وحماة للشريعة، وجعلهم ورثة للأنبياء، وحباهم بتلكم المكانة السامية السابقة فضلاً منه سبحانه وتعالى وتكرماً. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات بالعلم إنما تنال بالصدق فيه والتوخي من خلاله لإصلاح البلاد والعباد وإسعاد الحاضر والباد، بإسعاد البشرية جمعاء وبدون استثناء. وهذه من مقاصد العلم التي أراد الله عز وجل أن يكرم بها العلماء. وسبقت الإشارة إلى أن العلماء سواء في العلم الشرعي أو الكوني فكلهم مطالب بإيصال الخير إلى الغير في الشرع والتكوين. ونقف اليوم أيها المؤمنون والمؤمنات
الثقافات والحوار والإسلام الوسطي المعتدل، مغرب التلاقح الذي كان ولا زال وبإذن الله سيبقى رافدا من روافد المعرفة والعلم ومد جسور الحوار من أجل التلاقي والتعاضد والتعاون على البر والتقوى. عندما نقول معرض الكتاب فالكتاب يكتب والكتاب يقرأ، وأول آية نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد كانت فعل أمرين، ولم تكن فعل أمر بالواجبات التي هي من قبيل وقسيم المتعبد به في الشريعة، وإنما فعل أمر بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الاستهلال الأول هو ما افتتح به الوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي يسمى عند العلماء، وكما يشير إلى ذلك أحد علمائنا الأفداد في هذا البلد الحبيب، بوحي الفرقان، لأن القرآن تنزل فرقانا ودون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وديوانا، وأقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنيانه وصرحه بجهاده وبيانه. استهلال أول فوج من آيات الكتاب كتاب الفرقان. وحي الفرقان قول الله عز وجل هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو خطاب خاص مباشر يجتمع فيه خطاب التكوين وخطاب الشرع. اقرأ باسم ربك، كن قارئا بالمعجزة. كلمة يحملها ملك هو جبريل عليه السلام، وهو روح القدس نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا محمد، على روح سيدنا محمد. ومن أسماء القرآن الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فبدون روح لا يكون إدراك، وبدون نور لا يتم إدراك. كن قارئا بالمعجزة، الكلمة التي حملها جبريل عليه السلام. كن قارئا بالمعجزة، إذا أخذنا الأمر على ظاهره وهو كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الوحي عند البخاري وغيره قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وكررها ثلاثة، ما أنا بقارئ على ظاهرها، ليس تأبيا ولا تمنعا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كشف للحال، كشف حاله وعرى عن مكنونه وفضح هذه الحال. فلما فضحها وعلم أنه ليس منه شيء جاء المدد وصح السند وقال اقرأ باسم ربك، ليس باسمك ولا بعلمك، وإنما باسم ربك. استعد للتلقي، لأنه يطلق الفعل على المباشر كما يطلق على المقاربة. استعد للتلقي، وحمل النبي عليه الصلاة والسلام هنا على القراءة وإن لم يكن قارئاً فيه إيذان بأن هذا الكتاب المعجز الذي هو القرآن الكريم سر العلوم كلها، علويها وسفليها، الكوني منها والشرعي، كل على حد سواء. ما أروع هذا الكتاب الذي يفتتح بمفتاح المعرفة
لأنه هو الجدير بأن يقرأ. وحتى لا تفوتنا هذه النكتة البلاغية، لا بد من التنبيه على سر الاستهلال. القراءة هي إضافة إلى التنبيه لقضية العلم ابتداء، وهو ما نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله في صدر كتابه العلم، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ بالعلم في أجل قضية، وهي قضية التوحيد، فما بالك بما دونها. اعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم ليكون إيمانك على وجه الصواب، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. نعم، رتب المدارج على ما ينبغي أن يكون عليه التلقي في البداية: العلم، فالإيمان، فالإخبات. اقرأ أيها القارئ، اقرأ باسم ربك. والقراءة كما يقول أهل العلم، ويفيد التعليق هنا القراءة باسم الرب، أن تربيتك لا تتيسر من غير مدل العلم والمعرفة. أي اقرأ لتتربى باسم ربك الذي رباك وأعطاك وأولاك بالنعم الظاهرة والباطنة. اقرأ باسم ربك الذي خلقك من عدم. اقرأ باسم ربك الذي وهبك نعمة الخلق والإيجاد. فالعطاء والإمداد ثم الهداية والإرشاد، وأراد لك من كل هذه الوسائل أن تعيش الإسعاد بعد الإسعاد في الدنيا والآخرة. اقرأ أيها القارئ في القراءة الكونية أو في القراءة الشرعية، اقرأ باسم ربك، استلم معارفك من اليد التي ربتك، من اليد التي أولتك وأنعمت عليك. لا تنسى هذا الخالق البارئ جل في علاه. اقرأ باسم ربك، ولا بد أن يكون للعلم غاية، وهي غاية شريفة وعلية وعالية تناسبه. اقرأ فيها إبراز عنوان الربوبية في اسم الرب هنا، وفيه تعليق مطلب القراءة للإشارة إلى هذا المعنى الجميل. أي اقرأ باسم الذي رباك وخلقك، واقرأ لتتربى بهذه القراءة. ويؤيد ذلك ويقويه ما بعدها من قوله تعالى: خلق الإنسان من علق. فوصف الله بالخالق والتنصيص على منشأ الخلق من علق، دم متجمد عفن متعلق بالرحم، منه كان هذا الخلق السوي بتربية الله في أطوار، وقد خلقكم أطوارا، كما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أيها المثقف، أيها القارئ، أيها الباحث، اقرأ باسم ربك في جميع مجالاتك العلمية الكونية والشرعية. وهي فيها إشارة كذلك إلى مسألتين اثنتين: أن بهذا العلم تكتمل في سرك كما اكتملت بخلق الله في صورتك، فالذي كملك وسواك صورة هو الذي أنزل إليك هذا القرآن ليكملك سيرة حتى تجمع بين الكمالين وبين الحسنيين. والإشارة إلى العلق أي أنه شيء وضيع ورديء، وتريد أن تتخلص منه لو رأيته أو مس ثوبك لتتطهر منه. ثم رفع خسيستك بهذا الخلق السوي، خلق فسوى، أنزل إليك الكتاب أيضا ليرفعك ويقول لك جل شأنه وتعالت كلماته في وصف الكتاب: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فدونك طلب العلو الذي وصف للكتاب، وطلب الحكمة التي هي ثمرة الكتاب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وفيه إشارة إلى شيء آخر، وهو أنه بالعلم يولد الإنسان ميلادا آخر، ميلادا جديدا. وفيه إشارة إلى شيء آخر،
الإنسان إذا لم تتعلم علم الإيمان وعلم البرهان، وأعني بعلم البرهان والوقوف على آية الله تعالى في الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، قراءتان اثنتان لفعل الأمر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ في الكون الأول وهو الكتاب المسطور تدبرا، ثم اقرأ في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون قراءة ثانية، وربك الأكرم سبحانه وتعالى ليدلك ذلك على خالقك جل في علاه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى إلى غاية ألوية حتى الغائية يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من لم يقرأ ومن لم يعلم ويتعلم من خلال علم البرهان وعلم الإيمان المستقيان من القرآن فإنه يظل إدراكه محصورا فيما يشبه أن يكون إدراكا حيوانيا بهيميا، ويكون رعيه كوعيه سياني، رعي في الكلأ القريب، فمه إلى الأرض إلى التراب. ومما يميز الله به هذا الإنسان في صورته ليدل على ما يراد له من سيرته، وهو أنه خلق منتصبا وحده من بين جميع الخلائق، نظره إلى السماء راحته في النظر إلى هذا العلو، في حين خلق البهيم مركبا لأن غايته الأرض. فلا تجعل أخي الكريم أيها القارئ أيها المثقف، القراءة وسيلة وغايتها أن تعرف الذي خلق فسوى وقدر فهدى، المعرفة وسيلة وغايتها أن تعرف الذي خلقك وأولاك وعلمك سبحانه وتعالى ما لم تكن تعلم. فلا تجعل غايتك كغاية هذا المكب، وحاشاك أن يصدق عليك قول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. كحال الحيوان البهيم أعزكم الله يمشي مكبا نظره في الأرض ورعيه من كلائها، لأنه لا يعرف من حياته إلا ذلك الكلاء، وهي مطالب حيوانية كما هو طابع العصر، إلا من رحم ربك. اللهم ارحمنا برحمتك وافتح لنا أبواب هدايتك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وفيه إدانة صريحة للذين يقرؤون بغير اسم الله. أو يمدون أيديهم لاستلام مناهج من غير اليد التي استلموا منها وجودهم. هؤلاء ضلوا وأضلوا لا محالة. من أين استلمت وجودك؟ من يد الله. من الذي أوجدك؟ إنه الله. إذن فهو العليم بك وما يصلحك وما يصلح لك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فكيف تأخذ مناهج حياتك من غير الله؟ مد يدك لتقرأ هذا الكتاب الذي هو خطاب الله إليك وهو المفصح عن مراده منك. اقرأ لتكرم بحلية التقوى وحلية الكمال في مقامات التزكية، وروى في دين الإحسان ربك الأكرم. والمدخل إلى ذلك هو العلم الذي يوقفك عليه، العلم الذي به تتربى وتتزكى وتكتسب الفضائل وتعرف من أنت ولم وجدت وما دورك في وظيفتك وأين موقعك في عالم الإصلاح. استهلال عظيم، سلال الوحي القرآني فرقان البقرة، فيه التنبيه على هذه المعاني كلها. ولذلك كان ولا بد للقارئ من أن يعي جيدا أنه وهو داخل إلى رحاب العلم والمعرفة
الله جل جلاله الذي بدأ بفعل الأمر هنا بالقراءة هو الذي أمر بالعبادة. ولعل العلاقة في القرآن الكريم بين أول فعل في الافتتاح الفرقاني من حيث النزول هو اقرأ، وأول فعل أمر في ترتيب السور هو العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأول فعل أمر من حيث الترتيب النزولي اقرأ، وأول فعل أمر من حيث الترتيب ترتيب السور في المصحف الشريف في سورة البقرة في الربع الأول يا أيها الناس اعبدوا. والعلاقة بين القراءة والعبادة علاقة جدلية مضطردة، كونا وشرعا لا يمكنك أن تعبد بدون أن تعلم، لك الذي بدون علم يعبدون لا يصلحون العمل لكن يفسدون. والسر في ذلك كله أن العبادة هي المقصد الغالي والسامي الذي من أجله خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كانت كذلك فلا بد من المفتاح الذي يصل إلى هذه الغاية الذي هو القراءة المستلب من يد الله سبحانه وتعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وإيصال برفق. الصدق أولا،
منشأها من الله ومبتغاها إسعاد العباد الذين هم عباد الله. وأختم هذه الكلمة المتواضعة في هذا المحفل العظيم الجميل، محفل العلم والعلماء والبحث والقراءة، بالقسم الذي أقسم الله به للدلالة على أمور ثلاثة هي المدمرات والمشوشات وضدها هي المنجيات. في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قسم بالنجم العلوي، أيا كان هذا النجم على اختلاف الحديث فيه والكلام فيه، لكنه قسم به على نجم أرضي هو سيدنا محمد، حبيبنا محمد، شفيعنا محمد، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، تبكيتا بهؤلاء الذين ضلوا وكفروا وجحدوا وغلطوه حقا، قال لهم: ما ضل صاحبكم؟ والكاف خطابية لهم ومن جماعتهم كلهم، تبكيتا بهم: هذا الذي عرفتموه وليدا ورضيعا وطفلا ويافعا وشابا ورشدا، عرفتموه صدقه وأمانته وعفته، كيف تكذبونه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى؟ وجاء بهذه المهلكات الثلاث التي بها سأختم. أقول المهلكات الثلاث وضدها المنجيات، أي بضدها الضلال والغوايا والنطق عن هوى. والهوى والله الذي لا إله غيره لهو قاصمة الظهر، لأن أولي الألباب الذين ذكروا في القرآن الكريم غير ما مر في معرض المدح بالجمع، ومفرده لب، وهو ما كان مكنونا غير ظاهر، فيكون صفاوة الشيء ونقاوته، ولا يمكن أن يكون لبا إلا إذا صفى من كدر الهوى وشوب النفس. ولذلك هذه الثلاث سميتها أنا الثلاث المهلكات. الضلال، عقلوا معي، الضلال انحراف فكري له علاقة بالشبهات، والدواء منه العلم. الغوايا انحراف سلوكي في وجدانيات، منشأه الشهوات، دواؤه التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع. والنطق عن هوى فساد نطقي إعلامي، عدم التثبت في الأخلاق وإشاعتها بين الناس ونشرها كالهشيم، كالنار في الهشيم، هي التي تدمر وتقوض أركان المجتمعات. ثلاث أمور اسمعوها وعوها: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الضلال انحراف فكري، والغواية انحراف سلوكي نفسي وجداني شهواني، والنطق عن هوى فساد إعلامي نطقي لا بد فيه من التثبت في الأخبار. وبهذا تجتمع كلمة الأمة وتنهض من جديد، وترجع إليها السيادة والقيادة والريادة التي كانت لأسلافها وأجدادها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من العلماء العاملين والسلاطين والأمراء والمحتسبين والأئمة والمؤذنين والمعلمين وكل من هو على شاكلة الإصلاح في دنيا الناس، كل بحسبه وكل حسب اختصاصه، لأن الغاية هي رب العالمين سبحانه جل في علاه. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، بهذا بإذن الله رب العالمين نكون قد قرأنا فعلا هذا المفتتح القرآني في الاستهلال الفرقاني بأول فعل أمر في آية الخمس الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، واجعل علمنا موصلا إليك يا ربنا، ولا تجعله إحجابا يصدنا
اللهم زدنا من فضلك، فاللهم إننا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فزدنا من كرمك وجودك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. اللهم بارك لنا في علمائنا ودعاتنا ومثقفينا وكتابنا وكل من يسعد البشرية جمعاء في ميادين المعرفة يا رب العالمين، واجعلوا سلماً ارتقائياً نرتقي من خلاله إليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا نعم المولى ويا نعم النصير. بارك اللهم في جمعنا هذا، واجعلوا جمعاً طيباً مباركاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده موفقاً من الخطأ معصوماً، ولا تجعل يا رب فينا ولا معنا ولا فيما بيننا شقياً ولا محروماً. ونيابة عنكم أيها المؤمنون والمؤمنات، دعوني أرحب من جديد وأدعو من جديد لضيوفنا الذين حلوا ووطئت أقدامهم هذا البلد الشريف وجاءوا بالعلم والمعرفة، فأقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وعلى الرحب والسعة، وترجعون بإذن الله تعالى إلى أهاليكم ودياركم سالمين غانمين موفقين ومسددين. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يكلأكم بحفظه وأن يرعاكم وأن يشد على أيديكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزيد في جمع المسلمين وإخاء المسلمين وجمع كلمة المسلمين وتلاقي أرواح المسلمين في بلدان الدنيا كلها يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله عز وجل وتؤمنون معي على أن يكرمنا بأمطار الخير في نهاية هذا الموسم، فاللهم زدنا من فضلك فإنك أنت الكريم وأنت الحليم، أنت الرحمن، أنت الرحيم. عاملنا بالفضل لا بالعدل، عاملنا بالإحسان لا بالميزان، فإن كل حسناتنا منك وسيئاتنا يا سيدي منا، فشد يا مولاي بما هو منك على ما هو منا، وأدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، واسكب على ذنوبنا سجلا من رحمتك، ودلنا بك عليك يا كريم. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. إخواني أن في بقاع الدنيا كلها، اللهم اجمع شملهم في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي بلدان الدنيا كلها، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارزقهم قيادة رشيدة سديدة يا كريم. اللهم إنهم ليس لهم إلا أنت، وأنت الحي الذي لا يموت، فاللهم ثبت شجعانهم وارحم شهداءهم واحملهم وأكرمهم وأطعمهم وردهم إلى ديارهم يا رب سالمين غانمين موفقين يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وفق اللهم وسدد اللهم من قلت أمر عبادك وبسطت سلطانه في أرضك وبلادك، عبدك خاضع لجلالك مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين جلالة الملك المفدى المحبوب محمد السادس. اللهم وفقه لكل خير وأعنه عليه، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، اللهم احفظه في ذهابه وإيابه، اللهم احفظه في سفره واحفظه في تحركاته، واجعل أسفاره وأعماله التنموية البشرية من أجل هذا البلد في موازين حسناته وحسنات أجداده إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا منزل القرآن احفظه بما حفظت به القرآن العظيم، اللهم احفظه.